إذا واحد جرى القرآن وأهدى ثوابه إلى والده أو إلى صديقه أو إلى أخيه هذا يقول ثوابه؟ في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قالوا إن إذا أهدى الثواب أراه هذا الثواب أن يصل، وهذا قول الأكثر من العلم. وقال آخرون إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعله، فلولا ترك، ولكن ثوب لهم الصدقات والدعاء، وهذا أولى إن شاء الله، أولى لا حاجة إلى تثبيت القرآن، يقرأ القرآن لنفسه، يقول ثوابه لنفسه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم فعلوا هذا، فلولا عدم ذلك. ولكن يتصدق على الميت بالنقود بالطعام هذا ينفع الميت في اجماع المسلمين، هكذا الدعاء له بالمغفره والرحمه في اي مكان ينفع. اما قول يهدي له صلاته او يهدي له قراءته هذا ما عليه دليل. كذلك اذا مات عليه صيام ما صامه وقد طاب ومرض ولكن سهل ما صام يصام عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه اقاربه. كذلك اذا حج اذا مات عليه حج محل حج فريضه او عليه حج نذر يحج عنه، اما الصلاه فلا يصلى عنه. ما ورد لا 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 لا